المريخ وكائنات تشبه البشر موجودين حقيقة، يعيشون هناك. فهذا في عام 1873، ويليام دانتون شخص له خبرة واختصاص عالي بالجيولوجي، وهو أيضا عنده هذا التخصص الذي يسمى السايكومتري، والمتخصص يسموه سايكومتريست. هذا سايكومتري المصطلح قراءة طاقة الروح، تمام، قراءة الجسم الأثيري أو ترددات أو الترددات الطاقية، وويليام دانتون عنده هذه النظرية أنه كل شيء فيه روح، والإنسان يستطيع أن يقرأ الشيء، الإنسان يستطيع أن يقرأ هذا الشيء، يفهمه تاريخ وجوده، سواء كان شجرة، جبل، حقيقة حجرة، يستطيع أن يقرأ تاريخ هذا الشيء، أحاسيس هذا الشيء من الاتصال بالشيء. فهو هذا العلم يسموه السايكومتري أو السايكومترست، اللي هي قراءة الجسم الأثيري. فممكن أعتقد يعني هذا صادم جدا حقيقة. فهو سافر بالجسم الأثيري ومع أخته اسمها آن، بس هي هذه أليف نون، يعني ما بعرف كيف نكتبها حقيقة، بس الاسم هو آن، وزوجته إليزابيث، وابنه، ويانا ابنه شارمان، له كتاب اسمه روح الأشياء، Soul of Things. راح نقرأ في بعض من أجزاء من هذا الكتاب. هو يصف هذه السفرة العائلة، يعني توضح، يعني وصلوا إلى المريخ ووضحوا شكل الكائنات، البيوت، حقيقة، وحتى بالمناسبة هو يذكر بالكتاب أنه شعوب المريخ عندهم يعني موهبة بهالمعنى، موهبة أو حب كبير باستخدام السفر الجوي، يعني عندهم المركبات الطائرة، يقول إن شاهدهم مركبات طائرة وبسرعة، ويصف حتى أشكال، يعني أشكالهم. راح نقرأ هذا الكتاب هسه، جزء منه. يلا أوكي ويانا، وممكن حتى أشارككم الرابط لو تريدون، اللي يحب يعني هو ممكن يقرأه. فهو هذا الكتاب Soul of Things، روح الأشياء، تمام، من هذا الرابط. فهنا يقول هناك أشخاص ذكروا أنه المريخ وجوبيتر وساترن وحتى الشمس والقمر ففيها كائنات تعيش، تمام، هذا جزء بس أريد نمشي فيها. ويبدأ هنا، يبدأ يصف ابنه السفرة الأولى. فهذه قصة ابنه الآن، شيرمانز فيرست اكزامينيشن إلى المريخ. لاحظوا، يقول هنا on the 12th of January 1867 شيرمان made his first examination of Mars، بالمريخ، واصل إلى المريخ بالجسم الأثيري، not knowing at the time even the name of the planet، يقول حتى ما بيعرف اسم هذا الكوكب. فالآن يقول هذا ابنه، يقول I see، أرى، شجرة، تمام، يعني تحمل تفاح، يقول لا، لم أرى أو لا أرى حيوانات،
بعدين يقول هنا yes I see a snake winding up a tree، يقول رأيت أفعى ملتفة حول شجرة وتأكل and eating something that looks like a little white cabbage head، من القرنابيط أعتقد كبش، ها يعني كأنها تتناول قطعة من الكبش. يقول هنا the sun doesn't look as large as it does here، يقول الشمس لا تبدو كبيرة كما نحن نراها هنا. هذه السفرة الأولى، وأيضا بعدين يتحدث يعني السفرة الثانية لابنه شارمن حنمشي فيها شوية. فيقول هنا I see a monstrous animal، يقول وجدت كائن حيواني كبير جدا مثل السلحفات. يقول all covered with conical spines، يعني مغطى بالمثلثات. أنتم مشاهدين شلون نصفها، يعني الشكل الخارجي مثلثي مغطى بالمثلثات، ممكن نقول الصخرية، ها لو تشاهدون ممكن التماسيح موجود فيها، أعتقد عرفتم الفكرة. It has four legs، لديها أربعة أقدام. طيب يقول هذا العالم، يقصد عالم المريخ، مسطح مثل عالمنا. It is a real clear day، وفي يوم صافي جدا. يقول لم يكون يعني متوهج مثل يومنا في الأرض. يقول ماءهم مش يعني مذاقه مثل ماؤنا، يقول فيه بعض الحلاء، it has a sweet taste، ها أو المذاق يقول half sweet، نصف حلو. هنا يقول I see another turtle coming out of the water، يقول رأيت سلحفاة تخرج من النهر. يقول هنا I see an animal jumping from tree to tree، أرى يعني حيوان يقفز من شجرة لشجرة. يقول هنا the trees are monstrous، يعني كبيرة جدا ضخمة جدا. الماء كثير. يقول أنا واقف في مكان عالي، I can see hundreds of lakes، أرى يعني مئات من البحيرات. معانا؟ السمر يتكلم حول أعتقد سلحفات، يعني يراها يتحدث حولها. يقول هنا الشمس مشرقة على طول all the time. يقول الشمس the sun is not perfectly straight overhead، مش عمودية بصورة مستمرة. يقول وصلت إلى مكان، I have come to a place where the people are crowding into a little house that looks like a summer house، وجدت ناس متجمعين في بيت يشبه البيت الصيفي. يقول وجدت where a man is standing with a basket of flowers، وجدت شخص يعني رجل واقف ومعاه بوكس، ها فيه مجموعة من الورود. هنا يصف في مدينة the people are darker colored than ours، يقول يعني بهذه المدينة أنه الناس هناك
لون الجلد أغمق، تمام، نستخدم هكذا أغمق من لون الجلد بتاعنا. وهنا يقول شيء مهم، يقول and have four fingers، ولديهم 4 أصابع بدلا من 5، وقسم منهم لديهم 3 أصابع and a thumb، إبهام، تمام. ورأيت كلهم يعني كأنهم حفاة، ها، barefooted. قسم منهم أعتقد هنا يقول ها no، كلا، some have a little thing under the foot، وقسم ممكن يرتدون شيء تحت القدم، كأن هذا الشيء يبدو مصنوع من الميتال، ها، حتى ممكن يحافظ على أقدامهم من بعض الأحجار. معانا؟ هنا يقول الشوارع مبلطة بالحجارة stone، ها، the streets are paved with stone and the houses are nearly flat، وكأنه البيوت كأنها مسطحة. وبعدها هنا يضيف يقول some are flat، I see windows، يقول أرى شبابيك، but no glass in them، أرى شبابيك لكن ما فيها زجاج. ويقول بالصعوبة أنه أنا أستطيع أن أنظر ماذا موجود داخل البيت من خلال هذه الشبابيك، يقول I can hardly see through them، ها، يقول كأنه البيوت من الداخل معتمة، the houses are rather dark inside. يقول أراهم يتناولون الطعام كأنه شيء مثل الخبز، but it is not، لكن مش يشبه الخبز تماما. يقول هنا they have clothes that half cover them، يعني يغطون نصف أجسامهم مثل زي الانديانز. هنا يذكر يقول أريد أن أقول شيء آخر، هكذا يقول يعني I forgot to tell you that عيونهم تشبه عيون القطط، are like cat's eyes، you see. لديهم أيضا هذه الكراسي يجلسون عليها، they have what I suppose are chairs. يقول هنا البيوت the houses have no doors، البيوت ما فيها أبواب مثل اللي احنا عندنا. يقول البيوت كأنها مفتوحة they are open. يقول الشوارع عريضة the streets are wide. 3 times أعرض من شوارعنا تقريبا، ب3 مرات. هنا تلاحظون يستمر يقول هذه الزيارة الثانية لابنه، وإذا نمشي بالكتاب هناك الزيارة الثالثة والرابعة والخامسة، حقيقة رائع يعني لكل أعتقد اللي يقرأه، ممكن أضع الرابط وممكن تستمرون بالقراءة. فهنا الزيارة الثانية يقول هذه الزيارة الثانية قام بها بعد سنتين، تمام، من الزيارة الأولى. يقول الآن ابنه هذا ما يزال يعني هو يذكر قصة ابنه شارمان، فحص ها كوكب المريخ مرة أخرى، فهنا وجد نفسه يقول وجدت نفسي كأني في مدينة ورأيت فيها رسومات كأنه صور ملونة والناس عندهم انتباه عالي، the people are very curious،
نمشي فيها شوية. ها، هنا يقول في هذه الزيارة في هذه المدينة، يقول there is no house made of brick، لم أرى بيت مصنوع من الطابق أو الخشب. يقول كأنه البيوت مصنوعة من نوعية من الصخور أو الأحجار. هنا يقول the woman dressed the same as the man، ممكن ازاي عندهم هناك متشابه الرجال والنساء. وقسم منهم يقول يرتدي اللون الأبيض، أقمشة بيضاء. هنا يذكر هي المركبة الكونية حقيقة، أو السفر الكوني، ممكن في مدنهم يستخدمون هذا بكثرة. يقول well they have got a new thing there، يقول هناك شيء جديد في هذه المدينة. It is something هنا you see but it is a flying machine، مركبة طائرة. That goes along about 3 or 4 feet from the ground، تحلق بما يقارب من 3 إلى 4 أقدام فوق الأرضية. يقول some of the best riders make it go as high as a house. ها؟ يعني يرتفعون فيها. Ladies ride on these machines، حتى السيدات يعني يستخدمن هذه المركبات. You see؟ مدهش أصلاً حقيقة. أعتقد هنا يقصد أنه هناك ممكن مركبة فيها شخصين، والارتفاع هو 40 فيت 40 قدم، ويتكلمون. أما تكون مركبتين وواحدة قريبة من الثانية ويمشون ويتكلمون، أو يعني يحلقون ويتكلمون، أو أعتقد يقصد مركبة واحدة بشخصين أعتقد يعني. هنا يصف المركبة، يقول the flying machine is about 10 feet long، 10 أقدام طولها هذه المركبة التي تحلق. يصف رأسهم وشعرهم هنا. مدهش أصلا هذا حقيقة. هنا يقول كأنه هذا الشعب مهتم بالصناعة. يقول أراهم يحلقون يعني هنا وهناك مثل الطيور. You see I see them flying round and round like birds. The machine is so light، يقول المركبة كأنها خفيفة جدا، بحيث أنا هذا أدهشني. يقول بحيث أنه يعني المركبة كأنه يرفعوها، يستطيعون حتى يرفعون المركبة بأيديهم. You see؟ يقول عندما تحلق في الهواء يعني كأنه وزنها خفيف جدا. يقول in the air it looks as if it couldn't be real، كأنها ليست بالجسم الفيزيائي، فيها خفة يعني، هو هذا اللي يقصد فيه. عجيبة يعني. يقول أرى هنا I see a man taking pictures of those flying machines، أرى شخص يلتقي الصور لهذه المركبات. وما بعرف، هو يقول هنا كأنه هذه المركبات تخرج من صندوق معتم بهالمعنى يعني.
يقول الكائنات التي تعيش في هذه المدينة لديهم 4 أصابع وعيونهم تشبه عيوننا. يقول وهذا الشخص اللي يصور يستمر بالتصوير صورة بعد صورة. هو هذا أدهشني. أنتم تلاحظون عندما كنا نناقش المركبات الكونية أنه عندنا مناقشات بقناتنا. أنا هذا أدهشني الآن، كل واحد يسمعنا هذا مدهش. اللي معانا يتابع دراستنا أنه نقول لماذا المركبات الكونية عندهم الرموز، والرموز يعني هو شاهدها شيرمان تماما مشابهة نوعا ما للرموز اللي بالمركبات الكونية اللي هبطت بالأرض. ها أنت ويانا جاي تلاحظين الارتباطية، فممكن قسم من المركبات آتية فعلا من المريخ. ها معانا أنت جاي شاهدين الرموز؟ نعم أستاذ، فعلا مشابهة جدا حتى للرموز آه اللي كانت المركبة الآتية أي من الزهرة، من الزهرة القصة بتاعت والمريخ. جورج أي أدمس. يو سي أيوة عجيب. وهذا الكتاب كتب في أعوام 1800 بهالحدود، يعني يصفون المريخ. هو حتى أعتقد يذكر بالكتاب أنه الحروف بتاعتهم كلها رموز مش مثل حروفنا. You see؟ يقول the printing is all like the science. You see هنا الطباعة عندهم كلها مثل هذه الرموز. إذن هذه هي اللغة بتاعتهم، لغة الرموز. واضح جدا جدا أنه قسم من المركبات الكونية الكائنات آتية من المريخ. بدأنا نربط النقاط حقيقة. يقول أرى I see many different kinds of books، أرى أنواع مختلفة من الكتب لكنها مطبوعة مش مثل طباعتنا. You see؟ يقول كل الصور في الكتب اللي عندهم معمولة عن طريق الصور. هنا يسألوه يقولون هل هذا الكوكب أقدم من كوكبنا؟ يقول من المحتمل نعم. Is that a planet older than ours? Yes, probably. أيضا يقول هنا it is as warm ودافئ أو حار there as here on a fine day in the latter part of April. يعني الجو عندهم يشابه تقريبا الربيع عندنا، ها بأبريل. وهنا يقول the people look very healthy and strong، والناس هناك يعيشون صحة وقوة. ها يقول عندهم طريقة جيدة بجمع الفواكه. حتى يصف يعني المياه اللي عندهم والأنابيب اللي أعتقد تصل إلى البيوت. إحنا ما نزال بالزيارة الثانية، فهو عنده الزيارة الثالثة والرابعة والخامسة. يقول في هذه المدينة هذا الشعب كأنه فيه صفات مميزة من المدينة الأولى اللي كنت فيها. الزيارة الثالثة أيضا هنا في أبريل، في 20 من أبريل 1869، لحظة 1869، وكتب التالي يقول كنت هناك بقرب نهر. I was near a river where there was a plane and boys playing. هناك يعني أطفال يلعبون.
هنا الزيارة الرابعة I see a river about 3 road wide، عريض جدا 4 مرات تقريبا 3 مرات هيك. يقول هنا بهذه الزيارة أنه الأشخاص هناك يرتدون shiny coats، ملابس فيها بريق، وهي water proof. أيضا يصف هنا شجرة أو نبتة تحمل فاكهة حمراء تشبه السروبري، هذه الفاكهة اللي عندنا. I see now، أرى الآن people، أشخاص يأتون come round when they are، ما بعرف هنا نستمر فيها. هنا السيدات يرتدين أيضا الملابس وعليها الصور، ورود يعني ممكن، تمام. الزيارة الخامسة في منطقة كان فيها حرارة، وأرى هنا أشخاص عيونهم كعيون القطط ولديهم 4 أصابع، you see، بس هاي منطقة حارة tropical، استوائية. وهذا كان في الليل حتى يرى أضوية في هذه المدينة. هنا يقول الشعب في هذه المدينة يشبهوننا، مدهش أصلا حقيقة. يقول والناس خارجين في الليل مثل تماما في يوم الصباح. هنا يقول أنا في مكان وأشاهد رجل يعطي محاضرة أو يقدم محاضرة إلى ناس متجمعين في هذا المكان، ويجلسون، الكراسي تكون يعني دائرية، they have round seats to sit on. تقريبا 13,000 people، ها؟ مكان مثل المسرح ممكن يقصد فيه هذا بالمريخ. هذه الزيارة السادسة ويستمر فيها، وممكن نقرأها بأجزاء أخرى بلقاءات أخرى، بس هو هذا يعني هذا الجزء حقيقة أنا أراه أيضا جزء مهم، you see، يوضح كثير حول يعني شعوبهم، أشكالهم، ألوانهم، طريقة عيشهم، مدنهم، أشكالها، تفاصيل رائعة. هذه تلاحظون هاي الزيارة الثامنة، ما أعرف أنا.
لو نمشي فيه. موجود كله بهذا الموقع يعني، القصة تستطيع أن تقرأها، قصة رائعة جدا جدا. أي. يسي هنا الزيارة التاسعة، هاي تحدث باليوم 22 من شهر مي 1869. نقرأ هيك فقط، نرى بعض الأسطر إذا كانت مهمة معانا. الزيارة العاشرة، يقول هنا they have an excellent way of melting things، عندهم طريقة رائعة جدا في melting، تمويع. ها تمويع ما المعنى؟ أستاذ يعني إذابة إذابة، إذابة، الأشياء. إيه إيه إذابة، إيه إيه صح. إذابة الأشياء. هذه الزيارة الحادية عشرة، يقول أنا في بناية عظيمة أمام تماثيل تقريبا، بس عجيبة عجيبة حقيقة هذه السفرات. إيه. هذه زيارة ثانية عشرة، يقول هنا في حديقة جميلة، يصف هذه الحديقة، بس اللي يعني جاي أقرأه خلال القصة أعتقد الاستروبري يذكره كثيرا، تلاحظين؟ ها دائما يذكر الاستروبري، أعتقد ممكن مشهورين بمثل هذه الفواكه هناك، أعتقد يعني أكثر من مرة، مرات عديدة يذكر الاستروبري هذه، وحتى الحجم ضخم تقريبا. أي هنا يذكر، يقول they have flying machines to pick a fruit off. هذا مدهش، يعني كيف نقول بالنسبة لهذا للفواكه، ها الحصد، ما مش الحصد، ما أعرف إيش يسموها، هي القطف، قطف الفواكه. يستخدمون السيارات الطائرة. شوفي هذا مدهش أصلا، they have flying machines to pick a fruit off the trees. عجيبة هذه. وهناك أشخاص أعتقد يمشون هيك مشي ويقطفون ممكن الفواكه بأيديهم. هذه الزيارة الثالثة عشرة له أيضا لابنه، ما يزال يصف يعني الزيارات هذه لابنه. عندهم أعتقد الخريف، يقول هنا هكذا. أوكي، وهذا الكتاب Soul of Things، شباب يصف هي هذه السفرات بالجسم الأثيري بالمناسبة. أوكي هكذا.